في دوري ابطال اوروبا في مباريات اقصائيه. ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز، ليفربول هداف دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ب 68 هدف، ليفربول صاحب 67 هدف في الدوري الانجليزي الممتاز في واجهه ايكر كاسياس الذي قد تكون هذه المباراه هي اخر مباراه له في دوري ابطال اوروبا، لانه في نهايه هذا الموسم لعناصر ليفربول إيمري جون بيريرا. تعال الجهة اليمنى، البحث عن بيريرا، كرة بعيدة لبوبوكر، لم يتمكن في الوسط، يبحث عن بوبوكر، رايح الكرة في اتجاه مجيد باريس، وخروج موفق من كاريوس في هذه الكرة. شوف هنا لم يكن متفق عليه جوميز، هذه هي أول فرصة صعبة وخطيرة لليفربول. جوميز والتوزيع الرائع في القائمة الثاني في اتجاه ساديو ماني، كاد يفع كورونا باليسرى، هيلو يا بوبكر، رائعة التمريرة من كورونا في اتجاه فينسون بوبكر. على جهة اليمنى ماني، مازال فيرمينو، بابا رائع، ساديو ماني رائعة تمريرته، أو غير بورتو، التوزيع الرائع فيرمينو، كاد يلحقها فيرمينو بالراس، رائع جدا التوزيع تماما لساديو ماني، ماني بابا با رائع، ساديو ماني والقائم الايمن يرد لمرمى الحارس إيكر كاسياس. المخالفه من مينيرو، خطيره جدا هذه الكره من داير لوفرين بالراس، ثم انطلاقه من جيمس مينيرو، فيرمينو طويلة التمريرة هذه، مورينو 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 مورينو، الحكم يقول لك لا، ليس هناك أي شيء. فينسان بوبكر انطلق يجد أمامه باريس، ماجد باريس يراوغ، ماجد باريس يلعبها في وسط الميدان. الموسم الانطلاقة خطيرة، كاد يأتي الجول الأول، لا لا كم كانت صعبة هذه، تسترجع فيها الوسط، البحث عن فيرمينو، وضعي تسلل، يقول حكم المباراة. فاريس محاصر، فاريس مر، فاريس راح، فاريس دخل، فاريس لوريس كاريوس يصد أول كرة صعبة لصنعنا، محاولة التسديد ولكنها بعيد، سريع الكرة فيرمينو، مازال لولا والدفاع، ثم مورينو، كاد ياتي الهدف الاول لصالح بورتو، وانطلق لي جو جوميز، هندرسون، والراسيه سهله بالنسبه لي كاسياس، سهله هذه الراسيه، لم تكن فيها القوه اللازمه. يمنى مع اللاعب ادم لالانا في المراوغه، اوه رائعه التوزيعه من ادم لالانا، كثيره وصعبه التوغل، وماتيب راح يدخل في هذه اللحظات في مكان ساديو ماني، مورينو اختفى ودخل، اوه إيكر كاسياس، اعتراض رائع للكره من مورينو من هنالك، على الجهه اليمنى يلحق عليها محمد، التوزيعه منه، اوه توزيعه والراسيه هنا من جيمس مينير، وصلت لكورونا، دخل كورونا المكسيكي، رافو ثاني فرصة لصالة عناصر ليفربول، كورونا هذه المرة المكسيكي، في وقت سيحدث تغيير ثاني في تشكيلة بورتو، مورينو استلم الكورة لمحمد صلاح، أوه.